يعني إذا فيه في قنوات معينة تنصح فيها للكبار والصغار، إذا في قنوات معينة، إذا في تطبيقات معينة أيضا تنصح فيها جيد للناس. أنا التطبيقات ما تعاملت معها أبدا بحكم الحمد لله. أنا أشوف إعلانات كثيرة، التطبيق الفلاني التطبيق الفلاني، لو بركز على تطبيق معين. حتى بتويتر، حتى بتويتر والله يترجمون، والله تعلم يعني. لا لا، في ناس، في ناس يقولون هذا أفضل تطبيق تعلمت من خلال الإنجليزي. هذا والله تعتمد على الشخص صدقني. برضه ممكن تطبيق يعجب شخص ويتعلم منه، ممكن تطبيق يعجب شخص آخر بيتعلم منه بغض النظر عن التطبيق الآخر، فحسب الشخص طريقة تعلمه، طريقة تلقيه. وقلت لك individual differences، فروق فردية، فممكن هذه تعجب الطريقة. في قناة في اليوتيوب أنا طلعت على القنوات قبل ما أنشئ قناتي، على فكرة قناة باسم بندر سنيدي، هذه دعاية تستاهل. فممكن قناة تعجبني أنا وأنا متخصص في طريقة الطرح، القناة الأخرى لا ما عجبتني، القناة الأخرى أعجبت فلان. ناقشت كثير مع زملاء مع متخصصين في اللغة، يقول لك لا والله قناة فلان التطبيق الفلاني، التطبيقات أنا تعمقت فيها نوعا ما بس ما حسيتها مهارية. أنت حاط من القناة طيب تمهيد وثم من الاي بي سي، من الاي بي سي. جميل، من الاي بي سي والأساسيات. كيف التفاعل معك فيها؟ والله لسه القناة جديدة، فإن شاء الله نأمل خير، خصوصا خلال شهرين وصل عدد متابعين جميل ما شاء الله. وأتمنى بس ألاقي وقت على أساس أدعم القناة ببقية ما تحتاجه، وما زلت في الأساسيات والله في البيسكس. شو رأيك إذا رحنا سافرنا نأخذ معنا ترجم؟ والله بعد ما أقول لك شيء، تراني أشيل شنطتين بيد واحدة ما شاء الله. تبارك الرحمن، كفو والله. شو رأيك أبو؟ هذه من المميزات.